حياكم الله. إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية طفيفة رغم تسجيل أسعار خام برنت خسائر أسبوعية بأكثر من 2%. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة على ارتفاع بلغ 93 سنتا ليصل إلى 77 دولارا و80 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 52 سنتا. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة أو خام البصرة المتوسط في آخر جلسة لها على ارتفاع بلغ 93 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و10 سنتات، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 52 سنتا. أكد خبراء اقتصاديون أن أغلب عمليات التحويل المالي التي تجري في العراق هي تحويلات وهمية تتم تحت ذريعة شراء البضائع. وذكر الخبراء أن معظم المصارف التي تسيطر على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في العراق هي مصارف غير عراقية، مشيرين إلى أن الحوالات الوهمية تكون مدعومة من قبل أحزاب سياسية وميليشيات مسلحة تابعة للأحزاب بغرض تهريب العملة إلى خارج البلاد. قال اتحاد الصناعات العراقية إن المشاكل التي تواجه الصناعات المحلية والاقتصاد العراقي سببها الرئيس الحدود المفتوحة لعمليات التهريب والاستيراد المفرط، إضافة إلى ضعف دعم الدولة للقطاعات المحلية من الوقود والكهرباء. وأعلن الاتحاد دعمه لأي قرار يتضمن حظر استيراد السلع والمنتجات من الخارج أو فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من إيران ومن جميع دول العالم. أعلنت مؤسسة عراقي المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن أسعار السلع والخدمات في العراق ارتفعت بنسبة 18% منذ بداية عام 2020 ولغاية بداية عام 2024. وذكرت المؤسسة في تقريرها أن سلعا مهمة وأساسية للمواطن العراقي ارتفعت بأكثر من 30%، وقد تصدرتها اللحوم بنسبة 36% والأسماك بنسبة 38% وكذلك الألبان بنسبة 30%، مضيفة أن خدمات الصحة والنقل شهدت ارتفاعا كبيرا يتجاوز 25%. مني المصرفان المركزيان الألماني والهولندي بخسائر قدرت بالمليارات في عام 2023، ويتوقع المصرفان تدهورا ماليا في المستقبل، بما يشير إلى استبعاد لأن يضخا أرباحا في خزائن الدولة لسنوات مقبلة. يأتي ذلك في وقت يتكبد فيه البنك المركزي الأوروبي وبعض أكبر الشركات الوطنية التابعة له خسائر ضخمة أيضا، الأمر الذي يستنزف مخصصاته وقسما كبيرا من أسهمه مع اضطراره لدفع فوائد بقيمة مليار دولار للبنوك التجارية. ولنا هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.